السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مع فلوق جديد، فيديو جديد من منطقة جبهة إقليم تطوان، ونوريكم هذا المكان الزوين العجيب، هذه المغارات كما كتلاحظوا دابا، كتشوفوا هذه الجبال الشاهقة، شوفوا هذا المنظر كي عجيب وزوين. معنا صاحب الخبرة الطويلة سيف، وحنا كنتواجدوا في هذا المكان زوين، وكنهدي لكم هذا الفيديو، وكنهدي لكم هذا المنظر العجيب. وهذا البحر، هذا البحر الابيض المتوسط، بحر هادي جدا، فيه سمك قرش وانواع الاسماك والحوت، الحوت بيروت. السلام ورحمة الله وبركاته. الان مع فلوق جديد، فيديو جديد من منطقة جبهة إقليم تطوان، ونوريكم هذا المكان الزوين العجيب، هذه المغارات كما كتلاحظوا دابا، كتشوفوا هذه الجبال الشاهقة، شوفوا هذا المنظر كي عجيب وزوين. معنا صاحب الخبرة الطويلة سي زهير عيد الحاج، والأخ ديالو كاين سيف. وحنا كنتواجدوا في هذا المكان زوين، وكنهدي لكم هذا الفيديو، وكنهدي لكم هذا المنظر العجيب. وهذا البحر، هذا البحر الابيض المتوسط، بحر هادئ جدا، فيه سمك قرش وانواع الاسماك والحوت، الحوت بيروت. وكما كتشوفوا تلاحظوا غندوروا على الدوره عاوتاني زوينه. الله الله، شوف شوف العظمه، شوف العظمه، شوف 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 العظمة، تبارك الله. شوف المغرب، المغرب جميل، أحسن بلد في العالم هو البلاد هذه السعيدة. شوف الجبال، شوف وين هنا، شوف الأسماك، شوف الأزرق. والآن كنودعكم في أمان الله وحفظه الى فيديو جديد وفلوق جديد ان شاء الله. ديما كندير فيديوهات في دقيقه، دقيقه ونص، جوج دقائق، باش تشوفوا كل مكان، تشوفوا منه الطبيعه ديالو، الجوده ديالو، المكان ديالو. لا هي هنا ياسر، محمد الخامس، محمد الخامس هنا.